كل منطقة أولاد هسألك بالظبط مثلا هعمل لك على هذه الامتحان أقول لك ايدنتيفاي تقول لي اسمها وأي لمف نود زي ما أنت عارف يا أولاد جاي لها درينج الدرينج اللي جاي لها اسمه أفرنت يبقى اللي داخل على اللمف نود زي ما هي يا أولاد هسألك في الامتحان أفرنت هي الدرينج يعني قلت لك قول لي لمفاتك درينج بتاع الطنج يعني الأفرنت بتوع الطنج رايحين فين والإفرنت بقى اللي دخلوا في اللمف نود هيروحوا فين بقى فأنا عندك الامتحان بيجي ازاي وده من اسهل البلوكات يبقى بقول تاني هجيب لك لمف نودز اي لمف نود وهسالك اسمها ايه وايه الافرنت بتاعها كلمه افرنت يعني ايه يعني بتعمل درينج لايه والافرنت هتروح فين بقى بعد ما تلم الافرنت ده هتروح فين فهمتوني يا اولاد ده اللي بيتسال خلاص التونسل من الليمفاتيك تيشو بس بنسال عليها ممكن اسالك باوندريز اسالك ارتيريال سبلاي فينوس درينج نيرف سبلاي زياده الاسبلين هنمسك اي حته هنشاور لك على امبريشن فيها ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا بتبقى حاجات ثانيه او سيرفس اناتومي لما يجي وقتها المهم دلوقتي نبدا مع بعضينا اولاد وركزوا طبعا ايه اسامي جديده ما عنديش مشكله المهم تبقوا فاهمين فانا عندي اول حاجه يا اولاد فهمتوا انا هتكلم على ايه برضو قبل ما اتكلم لازم البدايه تبقوا عارفين ان الليمف فيسلز بتاعت الجسم في الاخر هتبقى كده ولا لازم تتجمع في حاجه كبيره فركزوا معايا الليمف فيسلز بتاع الدراع كله يا اولاد في الاخر هتيجي في ليمف فيسل كبير ليمف فيسل بيسموه ليمف ترانك ترانك يعني فيسل كبير زي الارتر زي البلمونري ترانك فاهمني الليمف فيسل بقى اللي طالعه من الابر ليمب اسمها سبكليفيان ليمف ترانك اسمها يا اولاد سبكليفيان اللي هتيجي من السوركس اسمها برونكو ميدياستاينا برونكو ميدياستاينا برونكو ميدياستاينا يبقى جايه من الصدر طب اللي جايه يا دكتور من الراس من الهيد اند نيك اسمها جوجلار يبقى انا عندي فيه ثلاثه كبار بالنسبه للجزء لغايه السوركس سبكليفيان كله هيتجمع في السبكليفيان جوجلار اللي جاي من الهيد اند نيك واللي جاي من الصدر مين يا اولاد برونكو وميدياستاين دي اللي هم النهائيين طب يا دكتور الثلاثه يخشوا فين على اليمين وعلى الشمال الثلاثه اللي على الشمال يا اولاد يخشوا في لمف فيسل اكبر واحده ودايما بنجيبها في الامتحان اسمها سوراسيك داكت يخشوا في السوراسيك داكت طب وعلى اليمين يا دكتور حاجه اسمها رايت ليمفاتيك ترانك اسمها ايه يا اولاد رايت ليمفاتيك ترانك طب يا دكتور السوراسيك داكت ولا رايت ليمفاتيك دول هينتهوا فين هيجوا بقى اولاد لازم يخش في فين كبير بقى فانا عندي الفين اللي نازل من الرقبه اسمه انترنال جوجلر واخدين بالنا يا اولاد والفين اللي جاي من الابر ليب اسمه سبكليفيان بيتحدوا ويدوك واحد اسمه انمونيت او بريكيوسيفالي فيخش في الجانكشن بين الانترنال جوجلر والسبكليفيان بقول تاني الليمف ترانك بقى الفيسلز بتاعت الدراع دي كلها هتنتهي في ليمف فيسل كبيره ترانك اسمها ايه ولا اسمها بتاعت الهيد اند نيك بتاعت السوركس برونكو ميدياستاين برافو عليك اللي على الشمال يخشوا سوراسيك داكت اللي على اليمين يخشوا رايت ليمفاتيك ترانك ودي هنتهوا فين يا اولاد تقول لي في الانجل بين الجوجلر فين والسبكليفيان فين مش في الاخر لازم يروحوا الفينوس درينج عشان يتنقوا دي الاساس عشان تبقوا فاهمين خلاص تعال نبدا بالابر ليمب الابر ليمب يا اولاد سهل جدا هسالك على الليمفاتكس فيها سوبرفيشال وفيها ديب دايما يا اولاد الليمفاتيك او الليمف كلمه ليمفاتيك يعني ليمف فيسل تمشي مع البلاد فيسلز فانا عندي في الابر ليمب يا اولاد سوبرفيشال ليمفاتكس كلمه ليمفاتيك يعني ايه يعني ليمف فيسل لما اقول ليمفاتيك تبقى انا اقصد ايه ليمف فيسل في سوبرفيشال ليمفاتكس وديب ليمفاتكس يبقى الابر ليمب فيها يا اولاد سوبرفيشال وديب واحد يقول لي طب ما تقول لي يا دكتور السوبرفيشال اقول له حاضر السوبرفيشال ليمف فيسلز او الليمفاتكس او لاتا تقول لي يا دكتور الليمف فيسلز اللي طالعه من الميدل فينجر ومن الايه يا اولاد الرينج اللي بتلبس فيه الخاتم ومن الليتل والميديال سايد او ميديال بارت بتاع الهاند هيطلع منه ليمف فيسلز عشان بتكلم عربي عايز عايزكم تفهموا ويمشوا مع الفين اللي هنا حد فاكر يا اولاد الفين اللي هنا اسمه ايه بازيليك واللي كان هنا سيفاليك هيمشوا على البازيليك لغايه ما يطلعوا هنا ها اولاد عند عظمه الهيومرس فاكرين الكلام اللي دخل في مزبله التاريخ الهيومرس كان في حاجه اسمها تروكليا ها كان في تروكليا اللي عامله زي البكره دي اللي بتتمفصل مع الايه مع الراديوس يجوا هنا اولاد ينتهوا في لينف نودز اسمها ايبي او سوبرا تروكليار لينف نودز ايبي تروكليار او سوبرا تروكليار لينف نودز فوق البكره بتاعه الهيومرس خلاص يبقى اللينف فيسل بتاعه الثلاث صوابع والميديال بارت بتاعه الهان هيمشوا على لونج البازيليك وهينتهوا في السوبرا تروكليار او الايبي تروكليار ليمف نودز حلو قوي يبقى دول اولاد افرنت دي مش كده طب والافرنت يطلعوا فين يطلعوا يروحوا على مجموعه من الليمف نودز بتاع الاكزيلا الاكزيلاري ليمف نودز لو تفتكروا كان في واحده انتيريور
واحده بوستيريور، واحده لاترال على البريكيال ارتري، واحده سنترال، واحده اريكال. برافو عليكم. دول هيروحوا لللاترال اللي هي الونج البريكيال ارتري، خلاص. وبعد كده يطلع منها ليمف فيسلز ثانيه تنتهي بقى في الابيكال اللي هي في الايبكس وفي الاكزيلا. طب يا دكتور، من الابيكال هيطلع احنا قلنا بتاع الابر ليمب اسمه ايه؟ سبكليفيان ليمف ترانك اللي انا قلت لكم عليه في الاول. تاني، الثلاث صوابع دول يا اولاد بسرعه كده، انا مش عايز حد يغلط في البتاع دي، حاجات سهله، وعايزكم في الامتحان كلكم تجاوبوا صح. ثلاث صوابع والميديال بارت بتاع الهاند ده السوبرفيشال يمشوا على البازيليك ينتهوا فين يا اولاد؟ في السوبرا تروبيدر. معلش الاسامي جديده. بعد كده يروحوا لللاترال، ثم مين يا اولاد؟ الابيكال، ثم للسب كليفيان ليمف ترانك اللي هو على اليمين هينتهي في الرايت ليمفاتيك، والشمال ينتهي في الثوراسيك. هتلاقي كله كده. واحد يقول لك دكتور، طب بقى الصنب والاندكس واللاترال بارت بتاع الهاند هيمشي الليمف فيسلز الونج السيفاليك وماشيين في الفور ارم في الارم ويمشوا هنا بقى. فاكرين يا اولاد كان في جروف في سنه اولى اسمه دلتو بيكتورال جروف بين الدلتويد والبيكتوراليز ميجر، وكان في فاشيه اسمها كلافي بيكتورال فاشيه، فاكرينها ولا على المزبله؟ على المزبله. ويخترق الكلافي بيكتورال فاشيه وينتهوا فين يا اولاد؟ في الابيكال، ومنه للساب كليفيان ليمف ترانك. ادي السوبرفيشال، اسهل من كده مش هتلاقي. ثلاث صوابع، الميديا بارت على البازيليك، على السوبرا تروكليار، على اللاترال، على الابيكال. الاندكس والسامب واللاترال بارت على السيفاليك، على الفور ارم، على الارم، في الدلتو بيكتورال جروف يخترقوا الفاشيه كلافي بيكتورال وينتهوا في الابيكال. ومن الابيكال هيطلع ايه يا اولاد؟ ساب كليفيان ليمف ترانك. واحد يقول لي طب ده السوبرفيشال والديب يا دكتور؟ اقول له الديب عددهم قليل فيو وبيمشوا على المين بلاد فيسلز. ايه المين بلاد فيسلز اللي احنا خدناه فاكرين؟ راديال والنر وبريكيال، صح؟ وينتهوا فين يا دكتور نادر؟ في اللاترال بيكتورال ليمف نودز على طول الديب، ومنه للابيكال، ومنه للليمف ترانك الكبير اللي اسمه ايه يا اولاد؟ سبتيبيكال. ادي الابر ليمب بس كده. في الامتحان هجيب لك صوره زي دي، بس معلش هعلم لك على دي او على دي او على دي. هقول لك قول لي الافرنت والافر، الافرنت او الافر او بتعمل لمفاتك درينج ايه؟ لو انا عملت لك على دي كده يا اولاد هتقول لي ايه؟ هتاخد لمفاتك درينج من الميديال بارت اوف ذا هاند والصوابع اللي هي البيدل والرينج والبس. خدت ده صعبه دي يا اولاد؟ بعيد ان الاسامي جديده او بتاع، سهله ومفهومه ولا صعبه؟ خلاص دي خلصنا منها؟ نخش على حاجه تاني. واضحه ولا مش واضحه يا اولاد؟ فهمتوا الامتحان بيجي ازاي؟ بجيب لك صوره سواء ملونه ابيض واسود، المهم الليمف نود وتقول لي الافرنت والافر. طيب لو جينا يا اولاد نتكلموا عن الفاتك درينج بتاع السوركس، ركز معايا. السوركس عباره عن جزئين، إيه؟ سوراسيك وول الجدار، وسوراسيك كافيتي. كافيت اللي فيها اللنج طبعا والهارت والحاجات دي، يبقى ثوراسيك وول وثوراسيك ايه يا اولاد؟ كافيت. هنتكلم الاول عن الفاتيك درينج اوف ثوراسيك وول، معايا يا اولاد؟ اول ليمف نود، بصوا يا اولاد لو تفتكروا، حد فاكر الاسم ده؟ كان في جنب الاسترنم كده وماشي تحت الربس يا اولاد فيسل هنا ارتري اسمه انترنال ثوراسيك ارتري او انترنال ماماري ارتري، خلاص؟ فعليه ليمف نودز. الليمف نودز اللي عليه ليها اسمين، بنسميها بارا ستيرنال. بارا يعني جنب الاسترنال. بارا ايه يا اولاد؟ ستيرنال. خلاص بتيجي في الامتحان لو قلناها لك او اعلم لك عليها. او اسمها انترنال ثوراسيك ليمف نودز. ده الاسم بتاعها. عايزين نعرف ايه؟ الافرنت والافر. الافرنت هتعمل لمفاتيك درينج، عد معايا، مش هي هنا؟ الانتيريور ثوراسيك وول. شوف سهله ازاي؟ انتيريور ابدومينال وول والديب بارت بتاع البريست. السادي بتاع الستات، خلصنا على كده. انتيرو ثوراسيك وول، انتيرو ابدومينال وول، ودي بارت بتاع البريست. طب يا دكتور نادر هتروح فين؟ بص على طول تقول لي رايحه للثوراسيك داكت على الشمال والرايت لمفاتيك ترانك على اليمين اللي انا قلتهم في الاول. سهله؟ قول لي بقى دي تيجي في الامتحان تغلط في ايه؟ مين هيقول لي اسم الليمف نودز دي يا اولاد؟ باراستيرس. مين يقول لي الافرنت بسرعه كده؟ البريست. انتيرو ثوراسيك ابدومينال والديب بارت بتاع البريست. والافرنت الرايت. الرايت رايت لمفاتيك ترانك، وعلى الليفت ثوراسيك اللي هي اكبر ليمف فيس. خلصنا منها. نمره اثنين يا اولاد ورا بقى، ده الفرتبرال كولم ودي الريبس. ففي البوستيريور اند بتاع الانتركوستال سبيس يا اولاد في ليمف نودز.
اسميها يا اولاد بوستيريور انتر كوستال ليمف نودز. ليه؟ موجوده في البوستيريور اند بتاع الانتر كوستال سبيس اللي بين كل ريب والتاني. خلاص حلونا لك في الامتحان بوستيريور انتر كوست. ايه الافرنت؟ تقول لي يا دكتور بتعمل الليمفاتيك درينج للبوستيريور بارتس اوف انتر كوستال سبيس على اسمها. الافرنت على اليمين رايت ليمفاتيك ترانك وعلى الشمال ثوراسيك ضغط. اسهل من كده حاجه؟ اظن كده سهل. وبرضه رجاء منكم عشان خاطر تذاكروا الكلام ده النهارده عشان وانتم فاكرين بعيد ان الاسامي جديده. الكلام ده سهل وواضح ولا لا؟ اعتقد ان شاء الله تذاكروه على طول وانتم كويسين. طيب الليمف نود الثالثه بتاعه الثوراسيك ولا اولاد دايفراجماتيك فوق الحجاب الحاجز فوق الدايفراج اربع مجموعات انتيريور دايفراجماتيك قدام بوستيريو دايفراجماتيك ورا وعلى اليمين بقى والشمال يا اولاد بنسموهم ايه؟ رايت لاترال وليفت ايه يا اولاد؟ لاترال. يبقى الدايفراجماتيك اربع مجموعات انتيريور وبوستيريو رايت لاترال وليفت لاترال فوق الدايفراج مكان هيعملوا افرنت منين؟ هيجي لهم الفاتيك درينج منين يا دكتور؟ من الدايفراج وجزء من الليفر ان شاء الله في سنه ثالثه بيسموه البير اريا المنطقه العريه اللي مش متغطيه بروتونيه. يبقى بارت من الليفر اسمه البير اريا والدايفراج سهله. واحد يقول له دكتور طب ما تقول لي بقى الافرنت هيروحوا فين؟ اقول لك الافرنت هيروحوا على الباراسترنال ثم على الرايت ليمفاتيك على اليمين والثوراسيك بتاع الشمال. اظن نفس الكلام بيتكرر. دايفراجماتيك للدايفراج باراسترنال للثوراسيك وول ومش عارف والاندومينال وول. فاهمين ازاي يا اولاد؟ بصيروا انتركوستال للبصيروا انتركوستال ارياز سهله؟ صح. خلصنا من الوول. طب ما نخش بقى على الكافيتي. نخش على الكافيتي. اول مجموعه يبقى اولاد حول تاني ثوراسيك وول ثلاثه دايفراجماتيك وباراسترنال وبصيروا انتركوست. طب للكافيتي يا دكتور اول مجموعه اولاد ورا موجوده ورا الهارت. ان شاء الله لسه انتوا خدتوش الكارديو فاسكولار. بنقسم المنطقه دي يا اولاد دي بنسميها الاستراكشر اللي بين التو لانجز بيسموها ميدياستاينا اللي هي الهارت والفيسلز والنيرفز الفيجاس والفرينج بيسموها ميدياستاينا. فانا عندي انتيريور ميدياستاينا قدام الهارت اللي فيها الهارت والبريكارديم اسمها ايه؟ ميدل. واللي وراها اولاد اللي فيها الاسوفجاس والاورطة بيسموها بوستيري. خلاص يبقى اول مجموعه في الكافيتي اسمها بوستيريور ميدياستاينال ليمف نودز. موجوده فين يا دكتور نادر؟ في البوستيريور ميدياستاينم. فين يا دكتور نادر؟ حوالين الاسوفيجاس والديسندنج ثوراسيك اورتا. هتعمل ليمفاتيك درينج الايه؟ هيجي لها افرنت منين؟ من البوستيريور ميدياستاينم شاملا الاسوفيجاس والديسندنج ثوراسيك اورتا. طب يا دكتور نادر الافرنت على اليمين رايت ليمفاتيك على الشمال ثوراسيك دارك. اسهل من كده؟ صعبه دي؟ هي بوستيريور ميدياستاينم بتعمل ليمفاتيك درينج البوستيريور ميدياستاينم بمحتوياته. هتروح الرايت ليمفاتيك على اليمين والثوراسيك ضغط على الشمال. ماليش دعوه بالاسامي الجديده، انا ليا دعوه انك تبقى فاهم، وعشان كده بقول لك تذاكر الكلام ده النهارده. تاني مجموعه اولاد بصوا ها. بصوا لو تفتكروا يا انا قلت لك بيجي هنا فين اسمه انترنال جول. مع السب كليفيان يديك واحد اسمه ان مونيت اللي ما يتسماش او اسمه البريكيوسفاليك ليه اسمين. وعلى الشمال نفس الحكايه. خلاص؟ فالفين ده اولاد اسمه ليفت النمونيت اللي كان هيتحد مع الرايت النمونيت ويديك السوبيرو فينا كافا لو اريد الاجوه في العلو. ففي لينف نودز يا اولاد هنا اهوت ها على اللي هو الليفت النمونيت او الليفت بريكيوسيفاليك. عارف اسميها ايه؟ بريكيوسيفاليك لينف نود. بريكيوسيفاليك لينف نودز موجوده فين يا دكتور؟ الونج الليفت بريكيوسيفاليك فين او الونج الليفت النمونيت فين. لها اسمين بريكيوسيفاليك او ايه يا اولاد؟ النمونيت. طب يا دكتور هيجي لها افرنت منين؟ عد معايا من اللارنكس والتراكيه والثايرويد جلان. بس كده لارنكس وتراكيه وقدامهم الثايرويد. راح فين يا دكتور نادر الافرنت؟ على اليمين على الرايت ليمفاتيك وعلى الشمال على الثوراسيك. اسهل من كده بقى؟ طيب المجموعه اللي بعد كده دكتور نادر واهم مجموعه اسمها تراكيو برونكيا ليمف نودز. تراكيو برونكيا ليمف نودز. طب دي متقسمه ازاي يا دكتور نادر؟ اقول له في جنب التراكيه، احنا قلنا حاجه جنب اسمها بارا، يبقى بارا تراكيه. صح؟ وفي لينف نودز يا اولاد بين التراكيه واول برونكس بيسموها سوبيريور تراكيو برونكيا لينف نودز. يبقى بقول في بارا تراكيه وفي سوبيريور تراكيو برونكيا لينف نودز
طب الدكتور اللي تحت تقسيمة التراكية للبرونكاي للشعب الهوائية اسمها inferior tracheo bronchial lymphnodes. inferior tracheo bronchial lymphnodes ودي superior. بعد كده اولاد البرونكاس تتقسم للسكندري برونكاي وتيجي تخش عايزه تخش اللنج. الحته اللي تخش منها اللنج اسمها السره الهايلم. فالليمفونوز اللي هنا اولاد بيسموها ايه بقى؟ بصوا كده هايلر لها اسم تاني برونكو بالمونري. برونكو يعني برونكاي يعني الشعب الهوائي. اما تخش اللنج لنج بالمونري. يبقى عند دخول الشعب الهوائي اللنج اسمها السره لها اسمين هايلر او برونكو بالمونري. طب دخلت جوه اللنج يبقى اللي بتاعت اللنج اسمها ايه لوحديها؟ بالمونري. اهي بالمونري. تاني يا اولاد مين شاطر يقول لي الليمف نودز اللي جنب التراكية اسميها ايه؟ الناس اللي ورا. طب اولاد اللي بين التراكية والبرونكس بس من فوق سوبيريو تراكية وبرونكس واللي تحت اولاد انفيريو. طب عند دخلة البرونكاي في اللنج برونكو بالمونري او هايلر. جوه اللنج بالمونري. المجموعة دي مهمة جدا اولاد ليها اسم تاني اسمها كارينا الليمفنوز. شوف يا اولاد المثلث ده كارينا الزاويه ده كارينا. طبعا بيحصل لو حصل هنا تيومر هيحصل ايه يا اولاد؟ هيوسع يوسع الايه الكارينا الليمفنوز دي تكبر وتوسع لك الايه الانجل دي. فدي مهمه جدا. واحد يقول لك دكتور الدش اللي انت قلته كله ده بيعمل ليمفاتيك درينج ده بيجي له افنت منين؟ من اللانج والفيسرال بلورا. من اللانج والفيسرال بلورا. طب يا دكتور الافرنت قبل ما يروح الثوراسيك هيعمل لك الليمف فيسل الكبيره بتاعت الثوراكس اللي انا قلت لكم اسمها برونكو ميديا ستايل. ومنها على اليمين على الرايت ليمفاتيك ومنها على الشمال ثوراسيك. اظن اسهل من كده مفيش. هقولها تاني التراكيو برونكيال بارا تراكيه سوبيريو تراكيو برونكيال ليمف نودز انفيريور او اسمها ايه يا اولاد كارينا برونكو بالمونري او هايلر وبالمونري اللي جوه اللنج. هيعمل فيها ديفرنش ليه يا دكتور نادر؟ لللنج والفيسرال بلور. هيجمعوا في الاخر ويديك لنف ترانك كبيره بتاعت الصدر ده هنا سبكليفيان ده جوجلر الثالثه اسمها برونكو ميديا سباينال وتنتهي فينا يا شباب يمين اليمين رايت ليمفاتيك والشمال الثوراسيك. استنى كده مش هنلاقي كده خلص الصوره. سهل ولا صعب؟ سهل. يبقى اولاد الثوراسيك وول باراسترنال بوستيريور انتركوستال مع الدافراجماتيك. الكافيتي اول حاجه بوستيريو ميدياستاينال نمره 2 بريكيوسيفاليك نمره 3 تراكيو برونكيا. في الامتحان بالظبط كده بنجيب لهم كده علمك على دي يا اولاد ايدنتيفاي كارينا اللي انفيريور او كارينا. هقول لك ايه الافرنت تقول لي يا دكتور واخده من اللنج والفيسرال بلور والافرنت هتعمل لك برونكو ميدياستاينال كمل اللي هو على اليمين راح الرايت ليمفاتيك وعلى الشمال راح الثوراكس تاخد الدرجه كامل. سهله يا اولاد؟ هو ده الامتحان مش هنختارها لغايه دلوقتي كله صور. سيب الثوراسيك دكتور للاخر دي بتيجي دايما الهيدن ريك بقى ركز معايا. احنا خدنا الفاتيك رينج بتاع الابر ليمب وسهل بس عايز مذاكره. انا ما انا بسالكمش ليه عشان عارف اسامي جديده ومش عايز ايه اضايق. انما سهل ولا صعب؟ سهل. تعالوا ناخد الهيدن ريك وركز معايا. زي ما الابر ليمب فيها سوبرفيشال وديب دي فيها سوبرفيشال وديب. فانا هتكلم على السوبرفيشال لينف فيسلز. طب دكتور السوبرفيشال لينف فيسلز هيعملوا درينج ايه للسوبرفيشال ستراكشرز بتاعت الهيدر هناك السكالب النوز الخد الماوس الكلام ده كله. والديب هيبقى للديب. الديب هيبقى للديب بس ولا تاخد معاه السوبرفيشال؟ ركزوا معايا يا اولاد. السوبرفيشال لينف نودز هتاخد من السوبرفيشال ستراكشرز. طب وبعد كده هتروح فين؟ على الديب. يبقى الديب هتستقبل حاجتين السوبرفيشال والديب ستراكشر. ذات نفسي انت قصدي ايه؟ مظبوط. يبقى السوبرفيشال تاخد من السوبرفيشال بس انما الديب هتاخد حاجتين السوبرفيشال. ما انا السوبرفيشال دلوقتي هقول لك مثلا السبمنتال بتاخد من كذا وكذا وهتروح فين بعد كده؟ على الديب. يبقى الديب هتستقبل السوبرفيشال وايه يا اولاد؟ الحاجات الديب. تيجي ناخد السوبرفيشال ركز معايا. السوبرفيشال يا اولاد بنقسمها مجموعتين دايره سيركل وثلاثه فيرتيكال ليمبس. طب ايه الدايره دي يا دكتور؟ اهي اللي انا عاملينها دي. اول لينف نود في الدايره اولاد تحت الصدغ بتاعك هنا اهو تحت المندبل اسمها سب منتال. بنجيبها في الامتحان سب منتال. يبقى دي اسمها يا اولاد سب منتال. بتيجي كتير في الامتحان. سب منتال. هسالك ايه الافرنت والافرنت. الافرنت عد معايا وركز معايا عشان دي مهمه. بتاخد من التيب اوف ذا تانج
التيب بس، التيب بس. خلاص نمرة اتنين هتاخد من فلورو في زماوس، من الانتيرو الباطني مش كله، الحتة المثلثة اللي قدامي على فلورو في زماوس اولاد كده اهو، هتاخد الحتة المثلثة الصغيرة اللي قدامي اللي هي تحت التيبو في زلطانك. نمرة تلاتة تاخد من السنترال انسايزور، القاطعين الاماميين السنترال والجم بتاعتهم السنترال بس مفيش لاترال، وتاخد من اللور ليب منين؟ من السنترال بارت. شوف بس كده تيبو في زلطانك الانتيرو ترانجلر بارت بتاع الفلور اوف ذا ماوس، السنترال انسايزور بالجنب بتاعته، السنترال بارت اوف ذا لوور ليب، والسكين اللي هو اللي هنا اهوت على الميدل ده وصل. طبعا دي مش هتحفظها دلوقتي، انا بقول لك هتحفظها واحده واحده وهتلاقيها سهل. هتاخد من اللاترال بارت بتاع الابر اي ليد، انا عايز تفهم بس معايا، من السكين اللي على الباروتل، من الباروتل، من اللاترال سيرفيس بتاع الاوريكل، وهتاخد كمان يا اولاد الاكسترنال اير انهول انتير، وتاخد من الميدل اير الاذن الوسطى، وتروح فين يا اولاد؟ ديب سيرفايكل. سهله؟ طبعا انا في ساعات بقعد اخد وادي معاكم بس تكون اسامي سهله ونقدر ناخدها، انما دي اسامي كتيره بس انت هتبقى اورينتد بيها. يعني انت لو لاحظتها كده السبمنتال الحاجات اللي قدام، سبمانديبولار بشيل بس الحاجات بتاع السبمنتال يبقى الباقي. هنا اولاد اولى قدامها بصهم الباروتيد والاير والاوركل الصوان الودن ده مش كده؟ والجفن اهو والسكال. اهي يا اولاد المجموعه الرابعه بقى اولاد ورا الودن، احنا في عظمه هنا ورا الودن لو تفتكرها اسمها ماستويد بروسيس. عليها لينفنودز يبقى اسمها ماستويد لينفنودز. اسمها يا اولاد ماستويد. او لها اسم ثاني بوستيريور اوريكولار يعني ورا الودن. واحد يقول لي يا اولاد هتاخد من هنا الاول الافرنت بالمره ديب سيرفايكل. عارفين الافرنت؟ تاخد من السطح بتاع الودن اللي ورا يبقى ميديال سيرفس بتاع الاوريكل. وتاخد من الاكسترنال اير، احنا خدنا الانتيرير رول قدام يبقى دي من البوستيريور رول. وتاخد من السكال بحته السكال اللي ورا الودن دي بس كده. والافرنت على مين يا اولاد؟ ديب سيرفايكل. اخر مجموعه اللي ورا دي يا اولاد اهي اوكسيبيتال. فاكرين يا اولاد البوستيريور ترانجل كان لها ايبكس، عند الايبكس بتاع البوستيريور ترانجل الافرنت بالمره ديب سيرفايكل. عارفين تاخد منين يا اولاد؟ من الباك اوف سكال. باك اوف سكال كلمه واحده من الباك اوف سكال. دي السيركل شكلها عامل زي الدايره، فعملنا قلنا ايه سيركل. هقول اساميهم تاني ولازم كل الافرنت بتاعنا ديب سيرفايكل. الافرنت بقى يختلف سبمنتال سبمانديولار بري اوريكولار او باروتيد بوستيريور اوريكولار او ماستويد واخر واحده اوكسيبيتال. عشان كده بقول لكم الكلام ده اتذكر النهارده، هو سهل بس كلام كتير. طب يا دكتور الثلاثه الفيرتيكال اقول لاولاد كان في فين هنا قدام الاسترنو ماستويد لو تفتكروا كان اسمه اكسترنال جوجلر، وكان تحت الماستويد في الانترنال جوجلر. يبقى الليمف نودز اللي على الاكسترنال جوجلر دي يا اولاد بنسميها سوبرفيشال سيرفايكال، واحد يمين واحد شمال. يبقى الليمف نودز الونج الاكسترنال جوجلر فين وفوق الاسترنو ماستويد يا دكتور نادر اسمها سوبرفيشال سيرفايكال. طب يا دكتور سيب الافرنت قول لي الافرنت، الافرنت ديب سيرفايكال. طب الافرنت بص هتاخد منين يا اولاد؟ اللي جنبها الانجل اوف ذا ماندو صح؟ اللي جنبها الحته دي من الودان الطريه دي اسمها لوبيول. واخر حاجه يا اولاد الغده النكفيه ما تبقى هنا ما تاخدها ليها الحته اللي تحت اللي هو اللور بول بتاعها، يبقى تاخد من اللور بول من الانجل واللوبيول بتاع ايه؟ والافرنت على ديب سيرفايكال. طبعا لما تذاكروهم في الامتحان بالظبط هعمل لك كده، هحط لك هنا على دي يا دي اي واحده من دي 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 او اي واحده من دول. طب واحد يقول لي يا دكتور ادي واحده سوبرفيشال واحده سوبرفيشال اهي واهي، امال مين اللي في الوسط دي؟ اقول له في نص رقبتك كان في فين هنا اسمه انتيريور جوجلر فيمشي عليها ليمف نودز اسمها انتيريور سيرفايكال. مين يقول لي الافرنت؟ ديب سيرفايكال. طب والافرنت؟ هتاخد من السكين السوبرفيشال فاشيا بتاع الفرونت اوف ذا نيك، سكين سوبرفيشال فاشيا بتاع الفرونت اوف ذا نيك. كده خلصنا من السوبرفيشال. يبقى السوبرفيشال دايره وثلاثه فيرتيكال ليمبس. طبعا انا مش مطالب حد يحفظهم دلوقتي عشان دي اسامي كتيره. مفهومه ولا مش مفهومه؟ الناس اللي ورا بالليمبس صعب يا اولاد الكلام ده، اسامي كتيره وجديده عايزه مذاكره، انما بتكلم سهله مفهومه. بصوا كده سب منتال سب مانديبولار بري اوريكولار بوستيريور اوريكولار هنا سوبرفيشال سيرفايكال انتيريور سيرفايكال. الديب زيهم دايره وثلاثه ليمبس. ايوه ركز معايا بقى
مين شاطر يقول لي الديب سيرفايكال لينف نودز هيجي لها افرت منين ومن فين؟ سوبرفيشال ستراكشرز والديب ستراكشرز. طب وهي بقى الديب سيرفايكال لما نخلصها شرح هتروح فين؟ تقول لي يا دكتور هتديني لينف ترانك كبير اسمه جوجلر اللي هينتهي على اليمين في الرايت لينفاتيك والشمال يا اولاد. اظن كده سهل. طب تعالوا نقولوا بقى اللي زي الدايره. اول واحده اولاد بقى هتبصوا تلاقي فين؟ في ايه؟ ورا الفم بتاعك ورا يعني ورا الفم هنا اولاد ورا لسانك في اللوز اللي انت بتقول لك عمل عمليه اللوز. يبقى اول واحده اسمها بلاتاين تونسل، واحده يمين واحده شمال. ادي اول واحده في الرنج ده نسميها اولاد بلاتاين تونسل. ماشي. طب وبعد كده دكتور نادر اقول له نطلع بقى ورا اللسان بتاعك يا اولاد في شويه لينف نودز اسمهم لينجوال لينف نودز. يبقى تاني مجموعه اسمها يا اولاد لينجوال. يبقى بلاتاين وفين ايه يا اولاد؟ لينج. نطلع في النوز على البوستيرير وول بتاع النيزو فارنكس ورا في اسمها فارنجيال لينف نودز. دي بقى لما تكبر تعمل لك اللحميه تسد المناخير الواحد يشخر. اخر واحده اولاد اسمها تيوبل، عارفين قناه ستاكيوس؟ ها؟ وهي بتفتح في النيزو فارنكس عشان تدخل هواء تعادل الضغط على طبله الودن، هنسميها تيوبل عشان استاكيان تيوب او اوديتوري تيوب. هقولهم تاني. في عندي اولاد بلاتاين لينجوال بلاتاين تونسل وفارنجيال وايه يا اولاد تيوبل. الرنج دي بقى اسمها والداير رنج، عشان ممكن مش اقول لك الدي بقول لك قول لي كونتنس بتاع الوالداير رنج. تقول لي يا دكتور بلاتاين لينجوال فارنجيال تيوبل. طب يا دكتور مين شاطر يقول لي الافرنت اخلص منها بالمره؟ الافرنت مش الافرنت. الافرنت راح فين؟ ديب سيرفايكال. ديب سيرفايكال لينف نودز. ديب سيرفايكال لينف نودز. الافرنت يا اولاد مش سراوندنج ستراكشر. قول لي اي حاجه تيجي جنبيها. مين اللي وراها؟ التانج، البوستيريور بارتيشن بتاع التانج، اللالس، الفارنكس، التونسل، اي حاجه تيجي فيه، الحاجات اللي حواليها اظن دي سهل. خلصنا منها. فاضل لي الثلاثه ليمبس. ده اسمه انتيريور فيرتيكال وده اولاد بقى اللاترال فيرتيكال او اسمه الديب سيرفايكال اللي وجع دماغكم الصبح، ده اللي بيستقبل الكل ده. الديب سيرفايكال اللي في الاخر هيدينا اولاد مين؟ الجوجلر لينف ترانك. ادي الديب سيرفايكال على اليمين والشمال. سيبوا دلوقتي وناخدوا الانتيريور، ركز معايا بقى في الانتيريور. انتيريور فيرتيكال اول مجموعه في الانتيريور فيرتيكال اولاد في الميد لاين ده بس دي مجموعه اولاد موجوده هنا. افكرك يا اولاد العضله دي اسمها هيود بونت لسه ما خدتوهاش. خدتوها؟ وده السيرويد كارتلج وده الكريكويد كارتلج ودي التراكيه. ففي لينف نودز يا اولاد بين بين الهايويد والسيرويد على السيرو هايويد ممبرين سموها انفرا هايويد لينف نودز. ادي اول مجموعه في الانتيريور ركز معايا انفرا هايويد. تاني مجموعه اولاد بري لارينجيال قدام الحنجره دي موجوده فين؟ على السيرو او كليكو سيرويد ممبرين. ثالث مجموعه اولاد على جناح قدام التراكيه اسميها بري تراكيه. طب يا دكتور نادر الانفرا هايويد والبري لارينجيال والبري تراكيه اللي بيعملوا لنفاتك درينج الايه؟ سيرويد جلاند واللارنكس ماشي والتراكيه ماشي. اظن سهل. والافرنت فين؟ ديب سيرفاي. سهله يا اولاد؟ طب لسه يا دكتور في الانتيريور اقول له اه. في مجموعه اسمها اولاد ريترو فارنجيال ورا الفارنكس ورا الفارنكس بين الفارنكس والفرتبرال كولا. هتعمل لنفاتك درينج الايه؟ للفارنكس والجزء العلوي بتاع الفرتبرال كول. وفي الاخر هتروح فين؟ الديب سيرفايكال. اظن يعني اتعرف ثوراسيك دكت رايت لمفاتيك ديب سيرفايكال كله في الاخر ديب سيرفايكال هنا. خلاص يا اولاد؟ يبقى دي اول مجموعه اللي اسمها انتيريور فيرتيكال. هقولهم تاني انفرا هايويد بري لارينجر بري تراكيال وبعد كده البارا تراكيال وبعد كده اولاد اللي هي ريترو فارنجي. خلاص؟ واحد شاطر يقول لي يا دكتور ده كده تمام قوي، فاضل لنا بقى المجموعتين دول المزعجين دول. دول بقول لهم اسمهم ديب سيرفايكال. موجودين الونج مين؟ انترنال جوجلر فين. موجودين الونج الانترنال جوجلر، انما السوبرفيشال سيرفايكال على الاكسترنال جوجلر. طب يا دكتور ايه علاقتهم بالاسترنوماستويد؟ تحت الاسترنوماستويد، انما السوبرفيشال سيرفايكال فوق الاسترنوماستويد. وبيتقسموا مجموعتين يا اولاد ابر ديب سيرفايكال ركز معايا عشان ده بجيبه في الامتحان كتير ولور ديب سيرفايكال بجيب لك دي يا دي ابر ديب سيرفايكال يا لور ديب ايه يا اولاد؟ سيرفايكال ابر ديب سيرفايكال لور ديب سيرفايكال
upper deep cervical, lower deep cervical. واحد يقول لي لسه دكتور انا بسمع حاجه اسمها جوجلو دايجاستريك وجوجلو ام هيود، اقول له اه. الكبار اللي فوق دول اولاد الابر ديب سيرفايكال بيبقى الكومونست فيهم اسمها جوجلو دايجاستريك، واللور دي اولاد او الانفيرير بيسموهم جوجلو ام هيود. طب ليه يا دكتور؟ الجوجلو دايجاستريك بيبقى ورا البوستيرير فيلف دايجاستريك ماسلز، والجوجلو ام هيود فاكر الانترميديت تندو بتاع الام هيود بيبقى عليه. طب يا دكتور نادر انت هتقول لي دي وهتقول لي الافرنت، اقول له اقول له عد معايا هنا انتيريور سكالب ماشي، فاهمين يا اولاد؟ من الصب مالديبولار ماشي، سوبرفيشال استراكشر ماشي، الابر بارت بتاع الفارنكس واللارنكس ماشي، البوستير بارت او الانتيريور بارت بتاع التانج ماشي، كله يمشي. وهنا يا اولاد بقى ده لما تذاكروها واخده من ايه؟ اللور بارت بتاع الفارنكس واللارنكس، هتاخد من الثايرويد، تاخد من الميديا ستاينم، واخدين بالنا يا اولاد؟ وهكذا كده. ده بالنسبه للفاتيك درينج بتاع الهيد اند نيك. بقول تاني سوبرفيشال وديب، والسوبرفيشال ديب عباره عن حلقه وثلاثه ليمس، والديب عباره عن حلقه وثلاثه ليمس. الديب سيرفايكال في الاخر يا اولاد هتديني لينف ترانك اسمه ايه يا اولاد بقى؟ جاجلر. وهينتهي فين الجاجلر يا اولاد؟ رايت لمفاتيك وليفت ايه؟ على الثوراسك. تاني بقى يا اولاد نجمع بس طبعا انا انتوا فاكرين دايما بقعد اسال فيكم، بس هنا مش هتلحق يعني حاجات كتير. الابر لمب لازم تعرف ان فيه سوبرفيشال وديب. سوبرفيشال ليمف فيسلز ماشيين الونج البازيليك اللي هم بتوع الميديال سايد دول وينتهوا فين، واللي على اللاترا على السفاليك وينتهوا فين، خلاص. وكل حاجه لازم تعرف الافرنت والاف. افرنت يعني واخده منين الليمف نود، الليمف يعني بتوع السوركس للوول كان في باراسترنال ويا اولاد بوستيرو انتركوستال وده فراجمنت. الكافيتي فيه بوستيرو ميدياستاينال بريكيوسيفاليك وتراكيو برونكي. الهيد اند نيك فيه سوبرفيشال الرينج والثلاثه ليمبس، والديب نفس الحكايه، خلاص. طيب كده تمام يا دكتور، انت عملت مصدعنا من الصبح، بس احنا فاضل لنا حتتين صغيرين. البلاتاين تونسل عشان دي مهم، عشان انا لسه ذاكرها هنا اولاد، بقول لك دي بلاتاين تونسل اللي هي هنا ورا لسانك دي، عايزين كلمتين عليها عشان دي بتيجي في الامتحان، وعايزين كلمتين على الثوراسيك ضغط. بص يا اولاد زي الرسمه زي بتيجي في الامتحان. انا بس انا عايز لو انا بص علمت لك كده في الامتحان يا اولاد، مين شاطر يقول لي ايدنتيفاي دي؟ سيرفيكس. وانت عشان بصيت على الاسم هنا دي لسه شرحها انا قايل بوستيريور، ادي واحده وادي واحده. دي الابر ديب سيرفايكال ودي اللور ديب سيرفايكال. بين قوسين اللي كان جوجلو مايويد ودي يا اولاد جم. طب لو قلت لك دي في الامتحان يا اولاد باروتي او ابري اوري، لو قلت لك دي في الامتحان سبمندبل، لو قلت لك دي وهتقول لي الافر، هو ده الامتحان انا اخترع، هو ده اللي بكتبه لك. وزي ما انا كل مره بقول لك ده اللي بيجي في الامتحان وبتلاقي بيجي في الامتحان، انا ما بعرفش الامتحان، انا بقول لك زي انا قلت لك اليوروتر بلادر كذا 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 مثلا، او على حسب اللي بديه لك بيجي حاجه منه، انما انا ما اعرفش الامتحان. ده اللي ممكن الاسئله تتسال. البلاتين تونسل يا اولاد كلمتين صغيرين عليها عشان دي ممكن تيجي شورت اكاونت، ممكن تيجي في الام سي كيو، ممكن تيجي في العمل. هجيب لك موديل زي ده كده. بص يا اولاد اللسان هبص، خد بالك معايا، الاقي فولد يا اولاد نازل من البلد للطنج يسموه بلاتو جلوسال، بلاتو يعني بلد وجلوسال، والله واخدنا في الماسكو سكليت البلاتو، ما علينا. وده بلاتو فارنجل نازع الفارنكس، بلاتو جلوسال وبلاتو يا اولاد فارنجل. بينهم يا اولاد في فصه اهي بيسموها تونسيلر فصه، فصه. الكل الليمف تيش اللي جواها يا اولاد اسمه بلاتاين تونسل، دي اللوز العمليه اللي بيعملوها لك حطوها ايه ويشيلوا العيال الصغيره. تاني يا اولاد الفولد ده اسمه بلاتو جلوسال على الطنج، وده من البلد على الفاركس بلاتو فارنجل، بينهم تونسيلر فصة وجواها البلاتاين تونسل، هي دي البلاتاين تونسل. كولكشن اوف لينفويد تيشو موجود في الاورو فارنكس ورا التانج بتوين تو فولز انتيرولي بلاتو جلوسال وبوستيرولي يا اولاد ها بلاتو فارنجل. خلاص؟ عرفنا مكانها. طب يا دكتور نادر الريليشن، اقول لك سوبيرولي السوفت بلد، صح ولا غلط؟ سقف الحامل. انتيرولي بلاتو جلوسال فولد. بوستيرولي بلاتو فارنجيال فول. طب ميديا يا دكتور اللي قدامنا ده، اقول لك متغطي بميوكاس ممبرين وبيبقى فيها اولاد اوت جروسس كده طالعه، ابسيليال اوت جروسس كده اسمها كريبتس، اللي ساعتها لما الواحد يحصل عنده التهاب ينزل الصديد منهم، تلاقي نقط كده في الكريبتس دي يقول لك التهاب بؤري صديد اكيوت فوليكولار تونسلايتس. طب يا دكتور يمت بره بقى، يمت بره اللاترالي عليها عضله من بتوع الفارنكس اسمها سوبيريور كونستريكتور ماسل اوف ذا فارنكس. يبقى اول سؤال هنا هسالك عليه الباوندرز،
تقول لي يا دكتور severely soft palate, anteriorly palato glossal, posteriorly palato pharyngeal, laterally severe constrictor, وميديالي متغطي بميوكاس ممبرين وفي كده او الجروسس كده بيسموها كريبتس دي الباوندرز. خلاص واحد يقول لي ده كده تمام يا دكتور, بتسال في ايه تاني؟ ده بيجي في العمل يا اولاد, اجيب لك على موديل او على عينه كده. طبعا بص يا اولاد اظن باينه خالص هنا, ها شايفين التونسل بلاتو بلوسل بلاتو فرنجل وادي اللي هو ده في واحد طبيعي اهو, كل واحد يروح المرايه في البيت كده بيبص على نفسه اهي. شايفين يا اولاد حاجه اسالك الارتيريال سبلاي, ارتيريال سبلاي عد معايا. اول واحد اللي هو بيخترق السبيل كونستريكتور ده يخش التونسل يا اولاد, ده جاي من الفيشل, فاكرين الفيشل ارتري, ها فيشل ارتري هيدي برانش اسمه تونسيلر, يبقى نمره واحد لما تحفظهم تونسيلر برانش بتاع الفيشل. نمره اتنين اللينجوال يدي, نمره اتنين اسندنج بالاتاين راح البلات يدي, نمره اربعه اسندنج فارينجال يدي, نمره خمسه جريتر بالاتاين, تحفظوهم بيجي في الامتحان. تونسيلر اوفيشال لينجوال اسندنج بالاتاين اسندنج فارينجال جريتر بالاتاين. طب والفينوس درينج يا دكتور؟ بيخش في بلكسس في ضفيره وريديه اسمها حوالين الفارنكس اسمها فارينجال بلكسس اوف فينز, في الاخر تجمع فين اسمه فارينجال فين وينتهي في الانترنال جوبل. خلاص ممكن اسالك بقى اولاد تاني ايه عن نيرف سبلاي. انا مش مطلوب انك تحفظهم مني دلوقتي, المهم تبقى عارف ان في ارترس خمسه هتقولهم لي وبترجوت اسف فارينجال بلكسس اوف فينز. النيرفز اولاد النيرفز بتاعتها واخدين بالنا, تحفظهم كده تقول لي يا دكتور واخده نيرف سبلاي من تو نيرفز. فاكرين يا اولاد العصب المخي رقم 9 اسمه ايه؟ الاكسسوري لا 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 الهايبوجلوس جلوسوفارينجيال جلوسوفارينجيال. يبقى تقول لي نمره 1 تونسيلر برانش اوف جلوسوفارينجيال, نمره 2 الليسر بالاتاين لما تحفظوهم تحفظوه وبيجي في الامتحان لسر بلاتاين وتونسيلر برانش اوف جلوسوفارينجيال. واحد يقول لي طب ايه يا دكتور ايه الحكمه؟ خد بالك هنا في تكه بقى, انت واحد اي واحد فيكم لما يجيله اللوز ودنه بتوجعه ليه؟ علشان الجلوسوفارينجيال زي ما بيغذي اللوز بيغذي الميدل اير, فلما يحصل ريفيرد بين اللوز بتاعتي وجعتني يبقى انا اللي وجعني ودني, عشان كده ودنك بتوجعك. تلاقي صغير يصرخ بودنه وهو عنده التهاب في اللوز, عرفتوا التكه دي؟ يبقى اولاد الجلوسوفارينجيال بيغذي التونسل وبيغذي الميدل اير, عشان كده لما يحصل لي التهاب في اللوز يحصل لي يا اولاد الم في ودني الوسطى. خلاص يا اولاد. طب والليمفاتيك درينج يا دكتور نادر؟ الابر ديب سيرفايكال اللي هو مجوجلو دايجستر. التونسل هتيجي في الامتحان العملي وبتيجي في النار, انا ممكن اجيبها شورت اكاونت باوندرز ارتيريال سبلاي فينوس درينج ليمفاتيك درينج. ممكن اجيبها لك في العملي, ايه دي البلاتاين تونسل؟ السؤال عليها حاجه من كده, يا تقول لي الباوندرز يا الارتيريال سبلاي يا الفينوس درينج يا الليمفاتيك درينج يا النيرف سبلاي, يعني بتيجي عملي ونظري. ارتيريال سبلاي يتحفظ, فينوس درينج يتحفظ, واخدين بالنا اولاد؟ نيرف سبلاي والليمفاتيك درينج. اخر حاجه اولاد بقى اللي هي ايه؟ الثراسيك داكت اللي احنا مصدعينكم بيه ودايما بيجي في الامتحان اولاد النظري كمان. ثراسيك داكت, الثراسيك داكت اولاد مكانها فين بقى؟ لو احنا دي عينه اولاد بتاعت جثه, تلاقي الفيرتبرال كولم على كل جنب اولاد كده اهوت, ها هتلاقي داكت اسمها الثراسيك داكت. اسمها يا اولاد ثراسيك, اسف على كل جنب ولا على الجنب الشمال بس؟ شمال بس, شمال بس. امال ما حدش صلح لي يعني على الشمال بس, على اليمين ما فيش حد صلح لي. واحد يقول لي يا دكتور الثراسيك داكت دي بتعمل ليمفاتيك درينج لايه؟ لكل جسمك ما عدا الابر رايت كوادرانت. ايه الابر رايت كوادرانت؟ الدراع اليمين ونص دماغك اليمين بالهيد النيك اليمين ونص السوركس اليمين, الحته دي بس دول اللي بيروحوا الرايت ليمفاتيك, بقيه جسمك كله على فين يا اولاد؟ على السوركس. وهنقول تفاصيل دلوقتي. طب يا دكتور نادر قول لي بقى بتسال فيها ايه؟ اقول لك الاوريجن, ده بيجي سؤال نظري, هو او البلاتاين تونز اوريجن ترمينيشن وتريبيوتريز, ما اقولش برانشز ده داخل فيها زي الفيني بس ما يا اولاد تريبيوتريز. هو حد يقول لي برانشز تريبيوتريز الاورجن يا اولاد؟ ركز معايا. هتقول لي يا دكتور في هنا يا اولاد كونفلونس كده مخزن كده بتاع ليمف
بياخد الليمفا اولاد اللي جاي من اللور ليمب والبلس والابدومن اسمه سيسترنا كايلي، هتاخده المره الجايه ان شاء الله. يبقى المخزن ده اولاد اسمه ايه؟ سيسترنا كايلي. موجوده فين يا دكتور نادر؟ على الثراسك رقم 12 واللمبر ايه رقم 1، على الثراسك 12 اخر واحده واول واحده يا اولاد اسمها سيسترنا كايلي. بتجمع الليمف من اللور ليمب والبلفس والابدومن. يبقى الاورجن بتاعنا تقول لي من سيسترنا كايلي يا دكتور نادر عند الثراسك 12 وال 1. طب هي دلوقتي في البطن عايز ادخلها الصدر، تعدي تحت ليجامنت من الدافراج اسمها ميديان اركويت ليجامنت، شايفينها يا اولاد؟ اهي ده الكرسي بتاعها، تعدي تحتيها وتطلع يا اولاد في الصدر بين حاجتين، بين الديسندنج ثراسك اورطا والاسجوس فين. انا بقولها كده عشان تفهموها. يبقى بدايتها من السيسترنا كايلي، مخزن الليمف بتاع الابدومن والبلفس واللور ليمب عنده ثراسك 12 وال 1. هتخش الصدر منين؟ تحت ليجامنت اسمها ميديان اركوت. هتمشي لفوق السند بين تو ستراكشر الازايجوس فين وارتري اسمها يا اولاد ديسندنج ثراسك اورطا. تتنها ماشيه يا اولاد، وهي ماشيه يا اولاد بصوا هي بيدت عامله زي حبات السبح، عارفين ليه؟ عشان جواها لينف نودز، لازم اللينف كل شويه عدى لينف نود يعمل لها فلتريشن، يبقى بيدت زي السبحه عشان فيها لينف نودز. وتمشي تمشي تمشي واخدين بالنا يا اولاد لغايه ثراسك 5، ركز من الكلام ده، لغايه كام؟ ثراسك 5. تروح معديه تحت المريء تحت الاسوفجاس وتيجي على الشمال. لازم تفتكر الارقام دي، يبقى عند ثراسك 5 هتعدي تحت الاسوفجاس وتيجي مين؟ على الشمال، وتنها طالعه فوق 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 على الشمال بتاع الاسوفجاس لغايه ثراسك لغايه سيرفايكال 7، وتروح عامله بقى كيرف يا اولاد وداخله في الانجل بين الجوجلر فين والسبكليفيان فين، بين الجوجلر فين والسبكليفيان فين. ادي الكرسي بتاعها، اقوله تاني بسهوله. من السيسترنا كايلي عشان تخش الصدر تعدي تحت الميديان ارك والليجامنت، هتطلع من الازايجوس فين والديسندنج ثراسك، عند ثراسك 5 تعدي بيهايند الاسوفجاس وتيجي على الليفت بتاعه، عند سي 7 يا اولاد تعمل كيرف للشمال وتنتهي في الانجل بين الانترنال جوجلر والسبكليفيان. اخر حاجه سبكليفيان فين اللي جاي من الدراع والانترنال جوجلر جاي من الرقبه اللي هو هيتحد يديني الانومينيت او البريكيوسيفال. اخر حاجه التريبيوتريس، افكرك تقول لي اول تريبيوتري الليفت سبكليفيان ترانك لينف ترانك، الليفت جوجلر لينف ترانك، الليفت برونكو ميدياستاينال لينف ترانك، صح؟ ينفع اقول اولاد معاهم اللي هو الرايت ده الرايت ده في الرايت كمل ده معاهم ايه يا اولاد؟ الثلاثه دول واخدين كل الدراع، ده كله واخد الهيد اند نيك، وده كله واخد كل الصدر. حط معاهم بقى بوستيريور ميدياستاينال لينف نودز، بوستيريور انتركوستال لينف نودز، وانتستاينال لينف ترانك جايين من الانتستن، ولمبر لينف ترانك جايين من اللمبر ريجن، بس كده. ده الثوراسيك داكت. هقول تاني الاوريجن من سيسترنا كايلي، الترمينيشن في الانجل بين الانترنال جوجلر والسبكليفيان الليفت مش اليمين. في الامتحان ما كتبتليش ليفت هنقصك، ترجع تقول لي انا ما غلطش يا دكتور. عند 5 بيجي شمال، عند 7 بيحود يخش في الانجل. التريبيوتريز بتوع الابر ليمب كلهم بس الشمال، ها؟ ها؟ الليفت مين يا اولاد؟ سبكليفي. بتوع النص الشمال ليفت جوجلر. بتوع النص الشمال ليفت برونكو ميدياستاينال، حط انتستاينال ولمبر بوستيريو انتركوستال بوستيريو ميدياستاينال. يبقى الاسئله النظري دايما بنحب نسال يا التونسل يا الثراسيك داكت. طبعا لسه بقى في السبلين وفي حاجات تانية، يعني دي من ضمن الحاجات المهمة اللي بتتسأل. طب يا دكتور نادر ايه العامل اللي نقدر نجيبه هنا؟ العامل هجيب لك موديل زي دوت كده اهو، واخدين بالنا يا اولاد؟ ورا الماوس كده وحتى عليه الرقم هنا ده، وده اقول لك ايه ده؟ هتقول لي ده مين يا اولاد؟ البلاطين توس. خلاص كده. الباقي كله صور. وممكن البلاطين توس اجيبها لك صورة او اجيبها لك موديل. خلاص؟ ورا اللسان انا لو جبت لك عينه، حتى اللي مش عارف العينه دي في الهيمن دي اميون، جبت لك عينه حطيت لك حاجه ورا اللسان تبقى مين؟ تبقى الاسبرين؟ تبقى مين يا اولاد؟ وتجاوب بقى النظري بتاعها باوندريز ارتيريال فينوس ليمف نيرف سبلاي. دي المحاضره، معلش يا محاضره دسمه ومليانه، عشان كده بقول لك راجع ذاكروا الكلام ده النهارده عشان ما ايه ما تتعبش فيه، وسهل جدا هو عايز حفظ بس، مش حفظ بس وفهم، شغل دماغك. مين اللي قريب من الباروتل؟ مين اللي قريب من الصب من ديبلر؟ مين اللي قريب من كذا؟ تبقى الامور سهله باذن الله. ادي العينه طبعا هتشوفوها، بس افتح النور بعد اذنك لو سمحت، عايزين بس التحضير بسرعه كده ولاد دقيقتين عشان ما نعطلكمش. اثنين حاضر، ثلاثه اربعه اربعه ولا يا شباب عشان ما ارجعش ما سمعتش، اربعه خمسه حاضر سته حاضر
سبعة حاضر. ثمانية حاضر. تسعة حاضر. عشرة حاضر. 11 حاضر. 12 12 13 حاضر. 14 حاضر. 15 حاضر. 16 17 الصوت يا شباب لو سمحت 18 19 20 حاضر. 21 21 22 حاضر يا جماعة الصوت شوية بقى 23 حاضر. 24 شيء. 24 25 26